كارتيرون بيتحفظ على مستوى عمر جابر واحمد توفيق. الخبر ده مهم جدا ليه؟ لان كان في كلام خلال الفتره اللي فاتت بيقول ان عمر جابر واحمد توفيق هيكونوا قريبين جدا من نادي الزمالك الموسم القادم، وبالفعل هما الاثنين لعيبه دول طبعا هما من ابناء نادي الزمالك، اثنين من اللعيبه كويسين جدا المهمين جدا المميزين جدا في عالم الكره المصريه. كان في كلام كتير جدا ان هما يكونوا موجودين في نادي الزمالك الموسم القادم، وده كلام صحيح بالمناسبه. الفكرة انه في الاخر انت لازم بتنتهي الى رأي الجهاز الفني او الى ما يريده الجهاز الفني والمدير الفني، وهو في حالتنا دي في نادي الزمالك مستر باتريس كارتيرون. طبعا تحفظ باتريس كارتيرون على مستوى عمر جابر واحمد توفيق ده لا يقلل ابدا ولا يقلل تماما من مستوى او من قيمة احمد توفيق وقيمة عمر جابر، اتنين من زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم من اميز اللاعبين اللي موجودين في الكرة المصرية، ولكن هو عايز باك يمين بمواصفات مختلفة، عايز باك يمين أشبه بمواصفات حمدي النقاز اللي كان بيلعب قبل كده في صفوف نادي الزمالك وطبعا لاعب الترجي التونسي الحالي. هو عايز باك يمين بالشكل ده، فده لا يقلل تماما من الاثنين لعيبة دول سواء عمر جابر أحمد توفيق، ولكن اختيارات والرؤية الفنية لباتريس كارتيرون مختلفة عن الإمكانيات الفنية أو عن الوضع الفني بالنسبة لعمر جابر وأحمد توفيق. نكمل.